خالد شقير. مرحبا بك خالد، وأبدأ معك خالد في البداية حول مشروع هذا القانون يثير جدلا كبيرا في الداخل الفرنسي. لو تحدثنا في البداية عن الأطياف السياسية المختلفة الآن، كيف تتعاطى مع مشروع هذا القانون؟ تحياتي زميلتي العزيزة دينا ليكي ولضيفتك الكريمة وأيضا لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر في كل مكان. الحقيقة هذا المشروع، مشروع القانون الفرنسي الخاص بالهجرة، هو مشروع عده للمناقشة في البرلمان الفرنسي الآن، والتصويت عليه سيكون في شهر يناير القادم قبل إجراء الانتخابات الخاصة بحزب الجمهوريين اليميني الفرنسي، والذي تحاول الحكومة الفرنسية الاعتماد عليه لتمرير مشروع هذا القانون. وهذا القانون دينا تعلمي أن ملف الهجرة هو أحد أهم الملفات الساخنة والتي تتعامل معها كل الحكومات الفرنسية منذ عهد جاك شيراك يعني حرص شديد، وبصفة خاصة بعد تنامي يعني زيادة شعبية اليمين المتطرف. جيرالد دارمانا من المعروف أنه ينتمي إلى الحزب الديجولي، حزب الجمهوريين اليميني، والرئيس الفرنسي عندما استلم السلطة قام بتشكيل حكومته وحزبه من بعض من الشخصيات التي تنتمي طارة إلى اليمين الفرنسي الجمهوري الديجولي، وطارة أخرى إلى الأحزاب الاشتراكية. هذا المشروع، مشروع القانون، هو وصف بالجريء من قبل جيرالد دارمانا، هذا يعني الوزير الذي له أصول أجنبية، يحاول من خلاله كما جاء في التقرير التعامل مع المهاجرين بصورة مختلفة عن من يريد وضعهم جميعا في سلة واحدة. فهو تحدث عن الملتزم الذي يتحدث اللغة الفرنسية لابد أن يتم احترامه وتوفير الحياة الكريمة له، وبالتالي تصحيح وضعه داخل المجتمع الفرنسي حتى لا يكون معرضا للابتزاز من أصحاب العمل.